غارات الجيش الأردني على عدة مناطق داخل الأراضي السورية بعد تصاعد عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى قُبلت برفض من قبل الحكومة السورية. وزارة الخارجية السورية أعربت في بيان عن أسفها الشديد لشن الأردن ضربات جوية داخل الأراضي السورية، مشيرة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية. بيان الخارجية أوضح أن الضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية، والتي كان آخرها استهدف قرى في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء السورية، تسببت في سقوط خسائر بين المدنيين من الأطفال والنساء. وبموازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان إن أحد وحدات حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود مع الأردن جنوبي البلاد في إجراء عسكري نادر منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011. في غضون ذلك، عرضت حركة رجال الكرامة بالسويداء جنوبية سوريا على الأردن مبادرة بشأن مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، تتضمن 9 بنود لتنسيق المعلومات وتبادلها بغية تجنب سقوط ضحايا مدنيين خلال الغارات والاشتباكات مع مهربي المخدرات. الحركة أعلنت عن استعدادها لملاحقة جميع المتورطين في تهريب وتجارة المخدرات بعد تقديم الجانب الأردني قوائم بأسماء المتورطين، محملة الحكومة السورية المسؤولية المباشرة عن ملف المخدرات من خلال تسهيل تحويل جنوبية سوريا إلى منطقة تخزين وتهريب. وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم العثور على جثث 6 من مهربي المخدرات تم العثور عليها وهي بحالة متفسخة في المنطقة الواقعة بين بلدتي الأكدير ونصيب جنوب شرقي محافظة درعا بعد الاشتباكات التي دارت مع الجيش الأردني بوقت سابق على الحدود السورية الأردنية.